السلام عليكم موسى سبان ديالنا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله داخل المغرب وخارج المغرب، وكنتمنى تكونوا بصحه جيده كما كتشوفوا اليوم. جيت نشارك معكم واحد الشيء وواحد الشيء اللي هي زوينه بزاف وفي نفس الوقت خفيفه، وكما كتشوفوا يعني راه ما فيهاش بزاف ديال المكونات وبسيطه. هذا الشيء انا خاصه كنوجدها غير العشاء كما كتشوفوا، دابا راني غنوجدها غير العشاء وجيت نشاركها معكم، وكنتمنى تجربوها وكنتمنى تعجبكم بزاف بزاف. كما كتشوفوا اليوم غنحضر الاومليت، اللي هي واحد الاومليت اللي هي بسيطه ما فيهاش بزاف ديال المكونات. كما كتشوفوا هنايا عندنا بطاطا مقليه مقطعه على هذا الشكل، هذا مقليه يعني راكم كتعرفوا. هنا عندنا واحد ربعه البيضات، هنا عندنا الزيتون مقطع، وهنا عندنا الكاشير كذلك اللي هو مقطع على الطريقه هذه، وعندنا هنا واحد شويه ديال المعدنوس اللي مقطع حتى هو كذلك. عندنا واحد المعلقه صغيره ديال البزار، واحد المعلقه صغيره ديال الخرقوم، واحد نص معلقه ديال الملح الملحه، وواحد جوج ريوس ديال الثومه مدقوقين حتى هما كذلك بشويه الملحه. وهنايا عندنا واحد جوج معالق الزيت اللي هي واحد المعلقه ديال زيت الزيتون، وواحد المعلقه ديال زيت المائده زيت العاديه يعني جوج معالق. وكما كتشوفوا يعني كما قلت لكم هذه الاومليطه هذه راه كتجي لذيذه بزاف والله العظيم، وكتجي رائعه وما فيهاش بزاف ديال المكونات كما قلت لكم. ودابا غنخلط معكم الاومليط ديالي، ودابا انتم كتشوفوا دابا غنبدا نخلط في الاومليط ديالي. كما كتشوفوا غنضيف هنا بطاطا ديالنا، غنقابر المعلقه هكا على حساب المقليه نسقط مع الزيت، وغنضيف الكاشير وغنضيف الزيتون كذلك، وغنضيف المعدنوس، وغنضيف هاد العطريه هادي كما قلت لكم اللي هو البزارو، غنضيف هاد الرويس ديال الثومه، وغنضيف هاد الزيت، وغنخلط مزيان هاد المكونات، عاد نضيف البيض ديالي. وخليكم معنا ان شاء الله بما نخلط البطاطا ديالنا وهاد المكونات ونرجع لكم. هانتوما المتتبعين ديالنا، راني كملت البطاطا ديالي وهاد المكونات في الخلاط، وكما قلت لكم دابا غنضيف البيض، نضيف البيض كذلك، وغنخلط نخلط مزيان هاد المكونات مع البيض، كنستمر بالتخلط بهاد الطريقه هادي حتى كتخلط البطاطا ديالنا مزيان مع داك المكونات. وداك الساعات ان شاء الله بحول الله رانا نرجع لكم. بين انتما المتتبعين ديالنا، راني كملت البطاطا ديالي وداك المكونات، راني خلطتهم مزيان، شوفوا كي جا. وكما كتشوفوا من قبل راني كنت دايره واحد المقله لي هي انايا على الفرنو، ها هي كتسخن انا على نار مهيله حتى كتسخن الزيت ديالنا مزيان، وغنضيف الاومليت ديالي وغنقلل هالبوطه باش تطيب على خطره. وكما كتشوفوا راه الزيت ديالنا راه سخن، ودابا غنضيف الاومليت ديالي طيب، وخليكم معنا ان شاء الله. هانتوما المتتبعين ديالنا، راني درت الاومليت ديالي اللي طاف هاد المقله هادي وراها على نار مهيله، وداك الساعات نشاركها معاكم ان شاء الله يا ربي. نخليكم معنا بين ما طاب الاومليت ديالي ونشاركها معاكم. هانتوما المتتبعين ديالنا، الاومليت ديالنا هو وجد كما كتشوفوا، راني وجدت مع هاد الكويزداتاي، شاركت مع هاد الكويزداتاي، هادي هي لاشيوة ديالنا. وكما قلت لكم هذا هو الاومليت ديالنا وجد، وكنتمنى يعجبكم وكيجي رائع والله العظيم. هانتوما المتتبعين، كيجي زوين والله العظيم، لا كيجي زوين.
وكما قلت لكم هذه هي العشيوه ديالنا، وكنتمنى تعجبكم وكنتمنى تجربوا هذه الوصفه ديال الاومليت، والله العظيم كتطلع رائعه. وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتبارطاجيو هذا القناه، وكنبغي نشكركم بزاف والله العظيم. شكرا لكم، شكرا الناس اللي كيخليو شي كلمه زوينه في حقي، شكرا الناس اللي كيخليو داك التعاليق الجميله اللي بحال وجوههم، كنبغي نشكرهم بزاف. كنبغي نقول لهم زيدوا دعموني وزيدوا زيدوا دعموني زيدوا دعموني اكثر واكثر، باش انا كنزيد بالحماس وكنزيد انني نتشجع باش نجيو بالجديد ان شاء الله، ومازالين فيديوهاتي ان شاء الله اللي في اقرب وقت ممكن، يعني وصفه الوجه وصفه الشعر مازال غنشارك معهم فيديوهات. غير المتابعين ديالي زيدوا دعموني وزيدوا وقفوا معايا باش انا كنزيد نتشجع. وسمحوا لي الا شهيتكم المحمد، والله العظيم كنعتذر لكم بزاف، والله العظيم سمحوا لي الا كنت كنشهيكم، وسمحوا لي حتى المتابعين ديالي حتى هما الا كنت كنشهيهم. مرحبا بكم عندنا، نصاوبوا لكم شي حاجه احسن من هذا الشيء كاع. وكنبغي نقول للناس اللي يعني مازال ما سخر لهم الله في الوليدات، الله يجعل ربي يعطيهم الذريه الصالحه ويخليو يقنهم في الله، والله يخلي لنا جلاله الملك ويحفظنا يا ربي، والاسره الملكيه والصحراء المغربيه، وتحيه للدول العربيه وتحيه للدول الاوروبيه، وتحيه لكم المتتبعين ديالنا. ودابا غنخليكم وغنقول لكم باي باي، بسلامه عليكم، كنحمق عليكم بزاف بزاف، نحى عليكم، باي باي.